رمزي. بسم الله. ما هذه اللعبة التي تقوم بها؟ أية لعبة؟ إنني لا أفهم. تدور حول منار أمام عيني لكي تغيظني. أنا لم أفكر بالقسوة عليك، لما أنت تقسو علي؟ من يسمعك يعتقد بأنني وحش كاسر. رمزي، لقد تجاوزت سن الطفولة وأستطيع أن أعالج أموري بنفسي. قل إنك لا تحبني وينتهي كل شيء. كل شيء؟ قد سأتعذب. المهم، هل تحبني أم؟ سؤال. إياك أن تصدقي كل كلمة يقولها رجل ما في لحظة ما للوصول إلى غاية ما. إياك، وإلا كانت حياتك ومستقبلك هي الثمن. منار عبد الله محمد، إني أقبض عليك باسم القانون. ظلم، ظلم سيد جلال. لن أسكت عن هذا التصرف أبدا. هل لا أدأت روعك وجلست؟ وتظن أن منار هي القاتلة؟ أنا لا أظن، أنا أفسر الأحداث. إذن ماذا أقول؟ لو لم تكن صديقي لكان لي معك شأن آخر. أنت تعلم جيدا أنه ليس من حق المحامي أن يتهجم على المحقق ويثور في وجهه هكذا. ومع ذلك
فسأعتبر ما فعلته الآن حدثا عابرا. أولا أنا لا أتهجم سي جلال، ولا أتكلم معك بصفتك المحقق، بل الصديق جلال. أعلم كم هي عزيزة عليك، ومن حقك أن تثور وتغضب من أجلها. المهم، هل لي أن أطلع على المعلومات التي تجمعت لديك؟ لا، لكنني أعدك بأن أطلعك على نتيجة التحقيق الذي سأجريه معها اليوم. وهل لي أن أقابلها؟ بالتأكيد، وفي أي وقت تشاء. شكرا. صالح، ماذا تريد؟ لو قلت لك إني جائع هل تصدق؟ ولا هذا وقت الطعام؟ لكنني جائع. اذهب إلى المطبخ. صالح، ما بك؟ أين أخذ السيدة؟ إلى المكان الذي أود أن أراك فيه دائما. إلى المدينة؟ إلى السجن. منار عبد الله محمد، ماذا بينك وبين رمزي أبو خليل؟ لا شيء. سألتك في التحقيق الأول إن كانت معرفتك برمزي تعود إلى ما قبل زواجك من حازم فأنكرتي. لأنها الحقيقة. ومع ذلك لم يمضي على وفاة زوجك سوى شهر واحد فقط حتى خلعت عنك ملابس الحزن وأقمت علاقة طيبة مع هذا الإنسان الذي تدعين أنك تجهلينه. كنت أسعى إلى الحصول على اعترافه بالجريمة بمثل هذه الطريقة العاطفية. أرجوك سيدي لا تحكم على الأمور من ظواهرها. منار عبد الله، من أين جمعت قيمة المزرعة؟ اسأل صالح، كوكب، سهيلة، لقد جمعنا كل درهم نملكه وسلمناه إلى الأستاذ عمر. وما جمعتموه هل يكفي؟ لا، الأستاذ عمر وعدنا بدفع الباقي. لماذا؟ نعم، لماذا يدفع الأستاذ عمر بقية المبلغ وهو جسيم؟ تستطيع أن توجه إليه هذا السؤال. حين سلم الأستاذ عمر قيمة المزرعة إلى المرحوم حازم، هل كنت حاضرة؟ لا. إذن كيف علمت أن حازم استلم المبلغ؟ حازم هو الذي قال. لك أنت وحدك؟ لم أسأله إن كان قد أخبر غيري. منار عبد الله محمد، هل تعتقدين أن المال قد سلم فعلا إلى حازم؟ اسمعي، إن عملية فتح الخزانة كانت مفتعلة، غايتها التمويه على رجال الأمن والتأكيد على أن قيمة المزرعة قد دخلتها فعلا ثم سرقت منها. سيدي أرجوك. منار عبد الله محمد، ما هو دورك الحقيقي في هذه اللعبة؟
أنت سعيد؟ لا تخف، أمك ستجيء، إنها الآن في السجن. قالت السيدة الكبيرة إنهم لن يخرجوها أبدا، لكن لا تخف، سأخرجها أنا، سأقول لهم اتركوها من أجل ابنها، من أجل سامر. ألا تضحك؟ سأحضر لك أمك. بوركبة، ماذا تفعل؟ لا أفعل شيئا، إنني أحدثه. لا أشد غباءك. هوني عليك، إنها سحابة وتنقشع. أنا قاتلة، أنا قتلت حازم. كيف أقنع نفسه بأنني القاتلة؟ إنه يحاول إيجاد طريق وسط هذا الغموض، وهذا من حقه. ولماذا أنا بالذات؟ لماذا لا يكون رمزي وكل الأدلة تشير إليه؟ منار، اطمئني، سأوقفه على كل صغيرة وكبيرة. قد أتعبتك معي كثيرا. لا تقولي هذا. أجل، أهملت قضيان، انصرفت عن بيتك وأولادك من أجلي، ما كان يجب أن تفعل هذا؟ منار، إياك أن تتركي هذه الأشياء تسيطر عليك. لو كان الأمر بيدي. أنت تحبني؟ لقد عاهدتك أمام الله في اليوم الذي أطلعتني فيه على مأساتك أن أظل إلى جانبك حتى النهاية. لقد لمست هذا، فأنت الرجل الذي وجدت فيه أبا وأخا وصديقا. لا داعي لكل هذا الكلام يا منار الآن، لأنك رجل مخلص ووالد عطوف وإنسان نبيل. أنت تستحقين كل تقدير واحترام. هل تحب أن تتذوق قهوتي؟ صنعتها بيدي. إلى متى تستمر في اللعب؟ أي نوع من اللعب تعني؟ تسرق، تقتل، تحطم، تدمر، وتبقى هكذا تضحك علينا. ما أظنك من البشر. سامحك الله يا صديقي، خذ اشرب قهوة وهدئ أعصابك. ستقع، نعم ستقع، للباطل جولة ثم يزول. إذن أنا أمثل الباطل في نظرك. رمزي أبو خليل. نعم، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، أتفهمني؟ هل انتهيت من ثورتك؟ لو عدت إلى شبابي مرة واحدة، يوما واحدة، وماذا كنت تفعل؟
الشيء الذي لا أستطيع أن أفعله الآن. تعجبني صراحتك، ولكن هل كلكم أبرياء؟ أنت وكوكب ومنار كلكم أبرياء؟ رغم أنفك مسكين. هل لك إذن يا صديقي أن تفسر لي ما حدث لمنار؟ تكلم، لماذا أدخلت السجن؟ للترويح عن النفس؟ سيرجع المحقق عن خطئه وسيعتذر إليها ويخرجها، لكنه حين يزج بك في السجن سيسقيك من الكأس التي تسقينا منها الآن. سيد رمزي، لي معك حديث خاص، هل تسمح؟ نعم. سيد رمزي، يؤسفني أن أقول لك إنني كأم لا أرضى أن تبقى علاقتك مع ابنتي تتأرجح بين الشك واليقين. ماذا تريد من سهيلة؟ سيدتي، هل تظنين أن هذا الوقت مناسب للحديث في مثل هذا الموضوع؟ لم لا؟ حسنا، ولكن ألا ترغبين في مرافقتي إلى السجن؟ السجن؟ هل صدر أمر بسجنك؟ نعم. نعم؟ أنت وأنا سنذهب إلى السجن لزيارة السيدة منار طبعا. هذا واجب كريه لا بد من القيام به. منار، كيف حالك يا منار؟ الحمد لله. كيف سامر؟ اطمئني، إنه يلهو ويمرح. الحمد لله. هل أخفيتم عنه حقيقة هذه القصة؟ إنه لا يعلم شيئا. الحمد لله. قلنا له إنك سافرت في رحلة قصيرة وستعودين اليوم أو غدا. لا تصدقين، لقد أخبروه بكل شيء. وأنت لماذا جئت؟ لكي تشفي حقدك؟ لا يا منار، أبدا، لكي أبرهن لك عن براءتي. أصدق أن الشمس تشرق من المغرب، ولا أصدق أنك بريء. بل لقد صممت أن أسدل الستار عن هذه المهزلة. سنقوم بالإجراءات اللازمة لإخلاء سبيلها، لكن يجب أن تبقى في المزرعة تحت رقابة رجالنا، وأن لا تغادرها إلا بإذن. سامر يا حبيبي، سامر يا عزيز. يا غي. منار. ماما. سامر ابنتي. منار، كيف حالك يا منار؟ صالح، ما بك؟ هل رحل مزري؟ استمع. قف أمام الباب. إذا عاد أخبرني. إذا عاد أضربه. أجل. وإذا لم يعد أخبركم. نعم أيها الأبلح. أسرع. فهمت الآن. Thank you.
من فضلك. هل تسمح؟ هل أنت من أبناء هذه المدينة؟ هل أنت من أبناء هذه المدينة؟ أجل، ملامح وجهك تدل على أنك غريب عنها. ربما. وأنت؟ أنا أيضا غريب، جئت أبحث عن صديق. صديق؟ نعم. صديق معين؟ نعم معين، جئت أبحث عنه بين الوجوه الغريبة عن هذا البلد. أرجو أن لا يطول بحثك. لا، لقد توصلت أخيرا إلى ما أريد. دعني. لقد وجدته. رسالة ثانية. لآخر مرة أحذرك، قل لمنار أن ترفع يدها عني، وإذا تمادت في مضايقاتها لي سأقتلها وأقتل ابنها. تأكد أنني جاد ولا أمزح. يجب أن أسلمها إلى جلال. لماذا؟ كيف؟ إنه لم يهتم بالرسالة الأولى، فكيف سيهتم بالثانية؟ رمزي؟ رمزي؟ نعم. لماذا تأخرت؟ ماذا تريدين؟ لأني متعب وأريد أن أنام. قبل أن تجتمع إليهم؟ إليهم؟ من هم؟ رمزي. ماذا دهك؟ إنك تبدو على غير عادتك. الحقيقة إنني مريض. مريض؟ أشعر بوعكة خفيفة، لكنني سأرتاح بعد أن أنام ويزول ما بين المرض. رمزي، الجميع ينتظرونك ويريدون أن يفاتحوك بأمر يهمك. مزري يا سيد مزري. نعم. السيد صالح يقول لك اخجل على دبيك وتعالى. اخرج من هنا حالا، اخرج. اذهب يا ابو ركبة وقل لصالح رمزي قادم. وأنت؟ طبعا سأحضر معه. هيا بنا يا رمزي، هيا. سيد رمزي، الآن وبعد أن شاء القدر وأن أصبحنا أسرة واحدة، أصبح لزاما على كل منا أن يقوم بواجبه تجاه نفسه وتجاه إخوانه في المزرعة. ما أشهى اللقمة التي نقوم بصنعها. سيد رمزي، يجب أن تسهم معنا في العمل لكي تأكل لقمتك بشهية. الذي يعمل يأكل، والذي لا يعمل ينام جائعا. هل أنت موافق؟ أمن أجل هذا استدعيتموني؟ طبعا. ومع ذلك لم يكلف أحد منكم نفسه ويوجه إلي هذا السؤال. ما هو؟
هل أنا باق معكم أم سأرحل؟ متى إن شاء الله ستفارقنا؟ مشكور. عندما يوافق السيد المحقق لن أغادر المزرعة فحسب، بل والمدينة كلها. إذا كان هذا هو ما تقول، سنتحمل وجودك معنا هذه المدة اليسيرة. شكرا. لقد فكرت أن أخفي عنك نبأ هذه الرسالة بعد أن لمست عدم اقتناعك بجدية الرسالة الأولى، ولكنني أخيرا قررت أن أضعك أمام واجباتك. حتى إذا حدث ما كنا نخشاه تحملت المسؤولية وحدك. الحق معك. أستاذ عمر، هل تستطيع أن تفسر لي نقطة ما تزال تبدو غامضة ومبهمة؟ يسرني أن أجيبك عن كل سؤال ضمن واجباتي القانونية. كيف سمحت منار لنفسها أن تتقرب من الرجل الذي تدعي أنه قاتل زوجها؟ في الحقيقة أنا الذي اقترحت عليها هذه الخطة. خطة؟ نعم خطة. لقد وجدت أن لا أحد يستطيع كشف المجرم إلا أولئك الذين يعيشون معه داخل المزرعة، ولذلك اقترحت عليهم جميعا أن يودوه وأن يظهروا إليه جانب الود والاحترام والتفاهم. كان المفروض أن تقوم سهيلة بهذا الدور، لكنه استغل الفرصة وتحول إلى منار. والآن؟ الآن لقد طلبت منهم أن يغيروا الخطة وأن يدفعوه للعمل معهم حتى يتمكنوا من رصد حركاته وسكناته. شكرا على هذه المعلومات. ماذا تفعل؟ أنظف. ما هذا الذي بيدك؟ هذه صورتك والسيد حازم. إنها سقطت. أيها الغبي، حملتها فانفتحت وهذه سقطت. أحمق. إن لم تصدقني اسأل صالح. بوركبا، هل انتهيت؟ إنه يمنعني. طلبت منه أن ينظف غرفتك، لماذا تمنعه؟ انظر ماذا فعل هذا الغبي. ماذا فعلت؟ حملتها فانفتحت وهذه سقطت. لا تغضب، سأعيد كل شيء إلى مكانه. خل عنك، فقد خذ صاحبك هذا من هنا واخرجا بسرعة. هيا هيا. هل أضربه؟ لا. أخشى إن ضربته بقبضتك الفولاذية أن تزهق روحه. هذه هي كل المعلومات التي حصلنا عليها بالنسبة لمنار.
يبدو أننا لا زلنا نراوح في مكاننا. لا نشاط خاص، لا علاقات خاصة. السيدة التي كانت تقيم عندها أكدت لنا من جديد أنها لم تشاهد أحدا يدخل على منار أو جاء يسأل عنها، وأنها لم تكن تغادر غرفتها ما عدا ساعة العمل في مكتب المحامي. منار عبد الله محمد، منار عبد الله محمد، بالتأكيد هذا ليس اسم والدي الحقيقي. هنا تكمن الحلقة المفقودة سيد منير. نعم، لقد قررت أن أبدأ من البداية. ماذا تعني يا سيدي؟ أريد المزيد من المعلومات عن جميع الأشخاص الذين يعيشون في المزرعة، لا سيما أولئك الذين كانوا داخل المزرعة ليلة الحادث. الجميع؟ الجميع، بما فيهم ذلك الأبله الذي ينادونه باسم بوركبة. حاضر. ماذا فعل؟ طلبت من بوركبة أن ينظف غرفة رمزي، وما كاد يضع يده على الحقيبة حتى سقطت منه على الأرض وتناثرت منها أوراق عديدة. وفي اللحظة دخل رمزي وشهد المنظر، فجن جنونه وكاد أن يبطش بالمسكين لولا أني تداركته وقمت بإنقاذه. حقيبة؟ تقول حقيبة؟ أجل، الحقيبة التي كان يحملها معه يوم شرفنا بقدومه. يا ليت ذلك اليوم لم يولد في عمر الزمان أبدا. الحقيبة، لابد أنه يخفي أشياء خطيرة فيها. صالح، يجب أن نحصل على هذه الحقيبة بأي شكل من الأشكال. Thank you.
شكرا على أخذ الحقيبة وعلى اهتمامكم بي. أرجو تنظيف هذه الملابس المتسخة. توقيع رمزي. صباح الخير. صباح الخير. الله الله يا سيد رمزي، الله، سيكون يومك سعيدا مباركا. الله يا سيد. وجدت اخيرا من يضحك في وجهي. هذه الابتسامه الحلوه يا صغيري تكفيني. يا ودي ودي. بركبه. نعم. خذوا قليلا الى الممر في نزقه سيره. كما تريد. لا تبتعد به كثيرا يا بركبة. حسنا يا سيدتي كما تريدين. إياك أن تقترب من طريق السيارات. لا يا سيدتي. سهيلة، أتسمحين لي بكلمة؟ أنا ابنك. تفضل. لقد قررت أن أرحل. ترحل؟ مهما طالت أيام الغربة لابد للغريب أن يعود. ما اسمك يا حبيبي؟ سامر. سامير؟ هل عندكم ماء؟ أنا ظمآن. تعال. أريد أن أشرب. تعال. لا 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 لا، أتركه معي، سأله معه، سأداعبه ريثما تعود. لا تخف، لا تخف سامر حبيبي. ما بك؟ أين سامر؟ هناك هناك مع الغريب. غريب؟ ماذا؟ أي غريب؟
ما بال منار لم تخرج من غرفتها اليوم؟ أخشى أن تكون مريضة. هل رأيت ما حالتها يوم أمس؟ سأذهب لأراها. الآن بدأت أقتنع بكلام بركبة. ماذا يريد هذا الرجل منا؟ لا شك أنه ينوي الشر، وإلا لكشف عن وجهه. أترصده اليوم؟ سأفعل، وسأبلغ المحقق كل ما يحدث. طيب. ابعثوا برجالنا فورا إلى منافذ المدينة ومداخلها، وفتشوا جميع السيارات. أجل، لقد تم توزيع صور منار عبد الله على جميع المراكز والدوريات. اسمع، يجب أن تعثروا عليها وبأسرع وقت. مع السلامة. لقد حذرتك يا صديقي من أن القاتل كان جاداً في رسائله ولم يكن هازلاً. عمر، اجلس وأخبرني بما حدث. هل قمت بزيارة للمزرعة؟ واستمعت إلى أقوال الجميع. ليس هناك تأكيد على عملية الخطف، ولكل منهم وجهة نظر. أما أنا فإني أؤكد لك من أن منار قد اختطفت مع ابنها، وأن الخاطف هو القاتل، هو المجرم. من الغرابة أن جميع الأشخاص المعنيين كانوا في المزرعة، لم ينقص منهم أحد سوى منار. ماذا تقول؟ لعلها خشيت العقبة فلم تحتمل أعصابها السنوات التي ستقضيها في السجن، فأخذت ابنها وهربت. وهل منار هي القاتلة؟ أستاذ عمر، لو ثابتت لدينا عملية الهرب تكون هي القاتلة. سيد جلال، أرجو، حتى هذه اللحظة منار هي المتهمة الوحيدة التي تجتمع حولها الأدلة، وأخشى. ها جلال، هذا كثير كثير أستاذ كثير. عمر، ضع نفسك مكاني. أمامك امرأة مجهولة الماضي. منار سيدي ليست مجهولة الماضي. ماضيها معروف ومشرف، وقد أخفته لأسباب قاهرة. ومع ذلك فأنت تخفيه عني كأنه لعنة تطارد صاحبها. حسنا، حينما تتطور الأحداث هكذا لن يبقى مجال لأن يخفي الإنسان أشياء. ليتك فعلت هذا منذ اليوم الأول. سأروي لك قصة منار.